الآن نروحو for find what or who the end line were referred to in the text. عنا they in the text refers to what. نروحو نشوفو هنايا هذا they have a low weight for height. شكون ذو they؟ شكون هذو اللي عندهم الوزن تاعهم ناقص بارابول للطول تاعهم؟ شكون هما they؟ هما لهذو 52 اوكي 52 مليون اندر 5 52 مليون تحت يعني تحت الخمس سنوات يعني children under 5. تكتبوها توما so they refers to what. كي نكتبها هنا they نكتبها هذه يا هذه 52 million under 5 هاي هي الإجابة okay. And then نروحوا الآن these deaths يعني هذه الوفيات. هذه الوفيات شكون هذو اللي متوفوا؟ شكون هذو؟ شكون هذو الوفيات؟ تعش الوفيات تعود إلى ماذا؟ هذه الوفيات هنا في النص دي الوفيات راه ذكرها ديجا من قبل. شكون هما؟ هما 45% 45% of deaths among children under 5 يعني 45% من الوفيات من الاطفال. دونك 45% of deaths among children under 5 يعني تحت 45% من الوفيات تحت 5 سنوات. هذو هما يهضروا عليهم هذه الوفيات. These deaths معناها هذه الوفيات. وهذه الوفيات شكون اللي قاصدين بها؟ قاصدين بها 45% من الأطفال تحت 5 سنوات. And then we move to where. عندنا where أين؟ ها where. دونك نروحوا هنا where شكين مراها where معناها أين. أين راهي ترومبلاسينا مكان. دونك كي ترومبلاسي مكان أوتوماتيكمون غادي نرجعوا شوية ونشوفوا these deaths often تحدث in low and middle income countries. أين يعني السمنة تاع الأطفال يعني ولا مستويات سمنة الأطفال ولا are rising okay. سما هذو هي where when أين هي هذه. دائما كتبوا where when which دائما تعود على الكلمة اللي جست نذكرها هنايا سواء كلمة واحدة ولا عبارة. كيما هنايا رانا قاصدين بها low and middle income countries. نروحوا الآن للجزء الزاوج text exploration. Now, match the words or the following words with their corresponding definitions. يعني هذو الكلمات اربطوهم بالتعاريف نتاعهم. كل كلمة عندها تعريف تاعها هنا والشرح تاعها. دونك malnutrition wasting awareness صح. عندنا malnutrition اللي قلناها شهية هو سوء التغذية أو التغذية السيئة. wasting هما هذوك الأطفال اللي يزيدوا يعني الوزن تاعهم ناقص بزاف بارابور للطول تاعهم. awareness هو شرحناها اللي هي التوعية. عندنا هنا بدون شرح ونشوفوا بالوحدة the state يعني الحالة of being conscious of something. نبدأ نحلل أنا هنا نشوف the state يعني الحالة اللي نكون فيها أنا واعي of something يعني واعي بحاجة معينة كي نوعى بحاجة. دونك مش هي awareness دونك ها هي هنا state تروح مع awareness okay. And then معنا malnutrition كل واحدة خاصكم تدقوا المعنى تاعها. So malnutrition هي deficiency in quality or quantity of food. ما الكمية والنوعية تاع الأكل ثم ما يكون خلل فيها سواء ما تاكلش حاجة مسقمة في حلويات ومنا هنا سموها هنا تدخل في الكواليتي. والكوانتيتي ممكن ما تاكلش بزاف وتكون ناقص. دونك هذو ما في زوج سمعيط لهم malnutrition تدخل تحت النوعين هذوك. وأيضا عندنا wasting هو disease causing a person to gradually become thin and weak يعني ينقصوا مساكين هذوك كما نقول تدريجيا يولي دائما ناقص كل عام ناقص بارابور وضعيف بارابور للطول تاعه اوكي. الان نروحوا asking questions which the underlined words answer. اللي شافوا الفيديو ديجا يكونوا عارفين دونك نورمالمون تقو تجاوبوا people تقو تجاوبوا عليه people become obese because of overeating. People become obese يعني هذا subject هذا verb هذا object ولا because of overeating هذا ماشي سبب هذا سبب. دونك يكون سبب شا قلنا خطأ اللي فاتت يكون سبب نسقسو بلماذا نسقسو بواي. دونك انا شا غادي نكتب هنا نكتب why نروح عندي نروح نشوف نزيد شا قلنا نزيدو دائما wh word plus what plus auxiliary. اسكو نجي هنا اسكو عندي auxiliary or no عندي ولا ما عنديش هنا ما عنديش auxiliary. مي ما يكونش عندي auxiliary هنا يا انا شين دير اوتوماتيكمون كي ما يكونش عندي auxiliary
يعني نروح نجيب نشوف الفيرب تاعي فرح راه في البريزنت الوغ ندي دو ولا داز، وعندي السبجكت تاعي بيبل ناس ما بزاف، دونك شنو غادي ندير؟ يعني هو بلور هذه الكلمه فيها هي بلور، دونك غادي ندي دو. واي دو بيبل بيكم، ها هي اوبيز. انا مانيش نكتب نيشان بها الكلمه مش تخرج واضحه، سمحوا لي. اوبيز فوالا اوكي. Why do people become obese؟ هذه هي الإجابة على هذا السؤال اللي هو تطرح سؤال على هذا. روحوا لنمبر 2، a low intake of vitamins، يعني أخذ الفيتامينات، يعني كما نقولوا ما تديش فيتامينات زعما الكافية، can cause malnutrition، يعني يمكن أن يسبب سوء التغذية أو التغذية السيئة هذه. ولا alors can cause what، يعني سيسبب ماذا؟ الو اوتوماتيكمون راح هنا نسقسوا على المفعول به، على كومبليمنت. دونك كي نسقسوا على المفعول به دائما نستعملوا، اللي شافوا الفيديو عارفين وات. اوكي نفس الشيء هنايا، نروح انا نستعمل اوكزيلوري مراهم هنا، ما نروحش ندير اوكزيلوري نجيب دو داز. علاه؟ باسكو راه عندي الاوكزيلوري هنا في السنتنس هذه، قلت لكم دائما كيكون عندنا واجب نستعملوه. دونك انا ندير وات كان، ها نروح للسبجكت هذا، خلاص هذا كامل سبجكت. low intake of vitamins، نعاود نكتبها كامله هنايا، هي هذه نكتبها كامله هنا. low intake، what can a low intake of vitamins، ومن بعد ندير cause question mark. نروحوا لهذا، classify the following words according to the pronunciation of the final ed. الوغ شنو ندير؟ عندنا raise دائما كيكون زو ساوند، زو يعني مكتوبه اس تتطق زو، الوغ نجي هنا raised نكتبوها هنا raised. eradicated دائما قبل الاو دي متبو تي ولا دي تجي هنا، دونك eradicated. عندنا link دائما قبل الاو دي كتلقاو كا، يعني كو ساوند جي في التو، linked نقولو linked. and occurred اللي قبل الاو دي كتكون الار دائما تجي هنا occurred. okay or reorder the following ideas to get a coherent paragraph. سناش ديرو غادي ترتبوهم تكتبوا الباراجراف كامله تكتبوها. عندنا وين هي الاولى، وين هي الزوجه، وين هي الثالثه، وين هي الرابعه، هذا ما عنده علاقه بالتكست، هذه فقط تقراهم بيناتهم وتسيي تعرف وين هي الاولى وين هي الزوجه. شوفوا قاعده اش تقول، اللي راه فيها كابت لاتر هي اللي نبداو بها. الو روحوا شوفوا هنا، عندنا الاولى فيها كابت لاتر، عندنا هذه فيها كابت لاتر، وعندنا هذه فيها كابت لاتر. شوفوا اسمها ثلاثه، الو بين هذو ثلاثه يعني نقصوا علينا غير وحده، هي ومرات يعطيكم زوج، مرات يعطيكم وحده، مرات يعطيكم ثلاثه، مرات يعطيكم اربعه. دونك سا ديبون، هنا هذه ماهيش كابت لاتر، الوغ بين دو ثلاثه نديسيدي وين هي الاولى منهم. دونك استبعدنا هذه، بقات بين هذو ثلاثه. الوغ كي ندير انا بينهم بين ثلاثه، نروح نشوف انا وين هي اللي تنجم نبدا بها. تريتمنت اوف ذيس ديزيزز، يعني علاج هذه الامراض. ان بيشنت يعني في المرضى with obesity may be less likely to succeed. نحس بلي ماناش عارفين، يعني كاين ديجا فكره ذكرت قدامها، دونك هذه نستبعدوها. نروحوا الان ما كاين لا نقطه هنا لا والو، هي كامله وحاسه ما كاين نقطه لا والو. نروحوا للزوجه، obese people are more likely to get certain diseases than thinner people، يعني الاشخاص او الناس السمان، يعني الناس الاوبيز يعني هما معرضين اكثر باش يدو الامراض، باش يحكمهم امراض اكثر من الناس الرقاد. كاين ناس يعني اللي رقاد. اسكت يتحرش كي يسدني نهضر، كي نهضر يبدا يهضر. اوكي سو قلنا obese people هي، وكاين لي such diseases يعني من بين هذه الامراض. نبدأ من بين هذه الامراض، ديجا من بين هذه الامراض تعرف بلي ديجا ذكرت امراض من قبل ولا ذكرت كلمه ولا فكره من قبل، الوغ اوتوماتيكمون غادي نبداو بهذه باسكو هي اللي منطقيه نجي نبداو بها. اوكي زيدوا من بعد قالنا عندنا obese people يعني هما معرضين اكثر، السمان هذو معرضين اكثر انهم يدوا امراض اكثر من الناس القلال. ونروحوا للفكره اللي موراها، such diseases include diabetes هارت، يعني كاين نقطة. دونك اوتوماتيكمون موراها لازم يكون كاين يا اسما، كي تكون هنا ذي كملت بنقطة الوغ تجي موراها الكابت لاتر، واللي بقاو لنا فيهم كابت لاتر بقات لنا ذي وذي، نقدرو نديسيدي يا ذي يا ذي. اسما treatment of these diseases in patients with obesity may be less likely to succeed،
بعد الجملة ماشي كاملة، من بعد such diseases هنا تكملت، نبداو فكرتنا. يعني من بين هذه الأمراض اللي يحكموها هذو الأوبيز، such diseases include diabetes، يعني من بينها هو السكري، heart disease مرض القلب، and blood vessels يعني المشكلة تاع السيركيلاسيون ولا اللي بان هذوك تاع الدم وكاع. الو دونك هذه اوتوماتيكمون هذه هي اللي تجي الزوجه، باسكو منطقيا هذه الفكره راهي تكمل في هذه. اوكي زيدو كملها لنا بنقطه، الو سهلها علينا. شي يجي موراها؟ يجي موراها كابيتال ليتر، لازم باسكو تكمل بنقطه ايضا. الو ها هي كابيتال ليتر، دونك هذه ثلاثه صاي، ومن بعد هنا ما كاش نقطه، كي ما كاش نقطه لازم الفكره دونك تو سكسيد انلس. ها دونك حنا اش نديرو؟ باقيتنا هي التاليه، هي الرابعه، اوتوماتيكمون هذه راهي مينيسكول، دونك تجي مورا هذه اللي ما فيهاش النقطه، دونك هذه هي اربعه. اوكي سو ذاتس اول فور توداي، ثانك يو فيري ماتش فور واتشين، نتلاقاو في موضوع اخر ان شاء الله. السلام عليكم.